كذب المنجمون ولو صدقوا. الجملة دي لازم كلنا نحطها في بالنا ونفهمها كويس قوي. مش معنى ان في حد من العارفين قال حاجة وتحققت طبعا ان كلامه كله صح وحقيقي ويشغل بالنا ويأثر على حياتنا. وانا بقول الكلام ده علشان دلوقتي الايام اللي فاتت كان اسم العرافة ليلى عبد اللطيف اتصدر الترند في كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا، بعد ما توقعت طبعا حاجات كتيرة جدا وحصلت، وكان من ضمنها طبعا طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي اللي كان ترند على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. المشكله هنا انه في ناس بجد بتاخد كلام العرافين على ان هو حقيقه مسلم بيها وبتاثر على حياتهم وافكارهم وبيفضلوا قاعدين مستنيين التوقع ان هو يحصل. طيب ايه رايكم قبل ما نكمل كلامنا نروح نشوف التقرير ده عن راي الناس في القصه دي وهل هم فعلا بيصدقوا في التوقعات ولا لا، ونرجع نكمل كلامنا. تصدق في كلام العرافين؟ لا مش بصدق بالحاجات دي، ومش بؤمن بالحاجات دي خالص اطلاقا يعني. ما بؤمنش بالابراج والفلك. لا 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 طبعا، لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى في ايده كل حاجه، احنا ما بنؤمنش بالكلام ده خالص. اي حاجه عن المستقبل كده تخاريف، ان العالم الغيب كله ربنا، الباقي حتى لو توقعات او حاجه زي كده لا، ما حدش صدقنا، ما لهاش اي 30 لازمه. اللي هو لو خلاص طب انت عارفه ايه اللي هيحصل، عارفه انا هموت امتى، اعيش امتى. فلا الصراحه انا مش بعمل بالكلام ده، لان لا يعلم علم الغيب الا الله. مش بصدق قوي بصراحه يعني، عشان حرام اصلا شرك بالله يعني. ايه التاروت ده اصلا؟ اكيد لا، مين بيصدق في كلام العارفين؟ انا اعرف الدكتوره ليلى عبد اللطيف، هي بصراحه توقعت صح على طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، وكلنا اصلا انبهرنا لما لقينا فعلا الموضوع حصل، لان ما كناش مصدقين اصلا. كانت حاجه معروفه اصلا، واكتريه الحاجات اللي بتقولها ما بتقولش وقت محدد، يعني بتقولش في اليوم كذا هيحصل ما بينهم مشكله، لا هي بتتوقع وهو كده كده هيحصل، لان ما بين الوسط الفني بيبقى فيه مشاكل كتير وطلاقات كتير. هو مبدئيا كان كذب المنجمون ولو صدقوا، فكل دي خرافات، واللي ايمانه ضعيف هو بس اللي بيؤمن بالحاجات دي. مش هي دي اللي توقعت خبر طلاق لاحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟